لفقرتنا التالية ومع عالم الأطفال اللي فيه كتير تفاصيل. دائما يمكن الأم بتحاول تعرف كل صحيح هي التفاصيل لتقدر فعلا تربي ابنها وتقول إنه أنا فعلا أديت واجبي بشكل صحيح. صحيح نور، ويمكن الفترة الأولى من عمر الطفل هي الأساس بتحديد أغلب المشاكل الحياتية اللي ممكن يتعرض لها، وممكن معالجتها بوقت مبكر لأنه مع الكبر ممكن شوي يصير في مشكلة. من هاي المشاكل ممكن يتعرض لها الطفل بالعموم هي تأخر النمو اللغوي، وتعتبر من المشاكل الشائعة والصعبة واللي بحاجة لكشف بوقت باكر والتعامل مع الاختصاصيين. رح نتعرف أكثر على هالمشكلة، أسبابها وطريقة علاجها مع ضيفتنا الأستاذة ولاء الحسن، اختصاصية بالنطق والعلاج. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذة ولاء. صباحك، صباح الخير. يسعد صباحك. يمكن حكينا معك أنس ولاء سابقا عن التأخر النمو اللغوي، لكن دائما في علامات استفهام، ايمت فعليا انا كأم بعرف انه ابني عنده مشكله بالنطق او باللغه واسباب التاخر اللغوي؟ لانه بالاونه الاخيره عم نشوف هي مشكله شائعه جدا بشكل جدا كبير عند الاطفال. هلا بالنسبه مثل ما تفضلتي انه هي كثير شائعه وعم نشوفها، وغالبا عم يكون الاطفال تطور طبيعي بكل النواحي، ولكن عم نيجي على النواحي اللغوي عم نشوف الطفل عنده تاخر لغوي. هلا هون الام او نحن الاخصائيين ايمتى بنقول في انه عندنا مشكله لغويه، او ايمتى بلشت المشكله؟ لما بنقارن ضمن جدول التطور النمو اللغوي عند الطفل اذا هو عم يتناسب مع العمر اللي هو ماشي فيه او لا. فبالبدايه طبعا نحن بنعرف التطور الكلام بيبدا من اول يوم من ولاده الطفل، من هون ببلش تتطور عنده الأصوات والكلمات لحتى نشوف بالعمر التسع شهور ومطالع بنصير بنشوف فيه التطور عند الطفل، والأم بتبلش تلمس هذا النطق اللي بدها هي اللي عم تنطقه أو فعليا الكلمة الأولى لهدول الأطفال. طبعا احنا بنعرف من الست شهور تبلش أصوات البقبقة وهي تكون أصوات غير مقصودة لحتى تتطور لأصوات مقصودة وتبلش تطلع الكلمات. امتى الام بدها تكون حساسه لوضع ابنها، وامتى بدها تنتبه، وامتى نحن في اليوم فينا نقول انه نحن نكتشف مبكر انه هذا الطفل عم يعاني من تاخر لغوي؟ لما بنشوف لعمر تقريبا 9 شهور او لعمر السنه انه هذا الطفل ما طور كثير من الكلمات، او شفنا قليل عنده الاصوات، اذا شفنا كمان مستوى الفهم عنده مانو عالي، هو ما بيفهم علينا، ما بيلوح اذا قلنا له عمل باي، ما بيتجاوب بهدول الامور، هون بكون عندنا مشكله باللغه الاستقباليه انه هون الطفل مانو مدرك للكلام اللي هو عم يسمعه، فبنشوف استجاباته قليله او عدم الاستجابه للاسم وغيرها. تمام. اما اذا مثلا شفنا انه هو بيستجيب ولكن عدد الاصوات والكلمات اللي عم يحكي فيها قليله جدا، ونحن بدنا نقول من عمر تقريبا 12 شهر لعمر 15 شهر الطفل المفروض يكون عنده مخزون لغوي عالي ويكون عنده تقريبا حصيله لغويه من 50 كلمه وطالع. فهون اذا شفنا نحن 12 ل 15 15 شهر تمام، نحن بنشوف تطور الكلام عند الطفل تقريبا هو المفروض يكون عنده 50 كلمه بيفهمها وكلمات بيقولها. اذا لقينا تقريبا يعني هنا مثل بابا ماما دادا نيني هدول الشغلات المفروض بلش الطفل بعمر السنه بلش ينطلق فيهم. تمام. اذا شفنا حصيله لغويه ما تعدت 10 كلمات فبدنا عندنا مشكله نحن. تمام. فهون بدها تكون الام مراقبه لموضوع الطفل. هلا امتى نحن بدنا نقول انه ليش نحن بدنا نبلش نعمل مثل وقايه للتاخر اللغوي؟ من البدايه لازم يبلش الكشف بكير عن هي الامور. اول شيء نحن نعرف النطق هو معتمد على السمع. فاليوم صرنا نشوف بحديثي الولاده انه وقت ما ببلش الطفل بيجي على الدنيا صار في شيء اسمه الفحص السمع، هو المسح السمعي للمواليد الجداد اللي جايين. هي يعني هذا الشيء صار اجراء طبي مطلوب لانه عم يكشف عن اذا في طفل عنده مشكله سمعيه او لا، لحتى ما يتعرضوا الاهل انه ينطروا وبعد فتره نلاقي انه كان عنده مشكله سمعيه وهي ما تعالجت بعمر بكير وهن ما كانوا متلافين هذا الموضوع. صحيح. فنحن من خلال انه نحن نفحص السمع بطريقه مبكره هذا الشيء بيساعدنا لقدام نحن نكتشف اذا الطفل حيعاني بعدين من تاخر او لا. هلا المفروض هذا اجراء طبي لكل الاطفال، يعني نحن بس بنحمي حال بنحمي الطفل من ان اي مشكله. نحن بنعرف انه التطور اللغوي هو بيحتاج قدرات سمعيه وبيحتاج قدرات عقليه وبيحتاج بنفس الوقت بيئه متفاعله فيها كلام، يعني احنا بس نكون طمنا من هدول الامور فاحنا وقينا من التاخر اللغوي. طبعا بغض النظر عن اذا في عندنا اي اعاقه او اي مشكله ثانيه، يعني احنا عم نحكي عن طفل بده يعيش ببيئه طبيعيه هو تقريبا طبيعي وما عنده مشاكل. وهذا اللي انا كان بدي اسالك عنه، دائما احنا لما بنحكي عن مشكله تاخر النمو اللغوي اول شيء مثل كل عاده بتقولي لازم نفحص
السماع الأسباب تمام. المرضية تمام. أيضا في أنواع من الأمراض أو الاضطرابات السلوكية بيرافقها تأخر النمو اللغوي، فخلينا نحكي عن الأسباب بشكل عام اللي هي بتؤدي لمشكلة تأخر النمو اللغوي عند الأطفال. تمام. هلا إذا نحكي عن الأسباب، نحن فينا بدنا نقول أول شيء في شيء اسمه عوامل الخطورة يلي هو مثلا إذا كان في مثلا وراثة بالعائلة، تمام، أب أو أم تأخروا بالكلام، ممكن نشوف عند الأطفال نفس الشيء إنه في تأخر بالكلام، هون بيكون في عنا تأخر لغوي، ممكن يكون نقص الأكسجة أثناء الولادة، هي كمان واحدة بتعملنا مشاكل وتأخر لغة. بالإضافة كمان أحيانا نشوف نسبة الذكور، كمان هي من عوامل الخطورة إنه بتكون عند الذكور أعلى من الإناث. كمان يعني الطفل الخدج او اللي بيجي وزنه قليل، هذا من عوامل الخطوره، انا ممكن نلاحظ انه عنده تاخر. هلا في الاسباب بنرجع بنقول هن الاسباب الاساسيه، في حال كان عنده نقص سمع فنحن عندنا مشكله بالكلام، اذا عندنا مثلا اضطرابات على مستوى النمو العقلي كمان هذا بتاثر موضوع اللغه والكلام، هون لازم نفحص نحن موضوع انه اختبار الذكاء بنعمل نشوف اذا في اي مشكله، او نحن ضمن اضطرابات النمو او غيرها التوحد، تمام، مثل لازم نضم، هذا الشيء بيبين من البدايه. نحن بنعرف انه الاعاقات ممكن دغري بتتاثر عنا الموضوع الكلام واللغه، بس نحن عم نحكي عن الطفل الطبيعي. بالاضافه لندرس كمان اذا في عنا اسباب نفسيه او اجتماعيه، كمان هذا الشيء مهم. تمام. فنحن في عده اسباب ممكن تخلي الطفل يتاخر بالكلام، بس بنرجع بنحكي انه نحن كل ما كانت الملاحظه مبكره من قبل الاهل كل ما كان الوضع افضل لقدام والعلاج اسهل. وبيكون يمكن مثل ما قلتي العلاج اسهل واسرع لما يتم الكشف يمكن بمرحلة مبكرة. بس دائما بعض الأمهات بتقلك إنه أنا عندي ابن يعني حكى بكير، عندي لا ابن تأخر بس انطلق. طبعا. هون أنا فيني أقول إنه هيدا عنده مشكلة بتأخر النمو اللغوي، لما يتأخر مثلا لثلاث سنين لا يقدر يحكي، بس بعد ثلاث سنين هو انطلق صار يحكي كل شيء. هلأ هون بنفرق يعني بالمشكلة. ايه هلأ نحن دائما ناخذ بعين الاعتبار إذا كان في تأخر في حدا من الأخوات مثلا إنه هو تأخر ولكن مشي حال بعدين. بس نحن بدنا نراقب موضوع إنه هو الفهم، أنا دائما بعتمد على الفهم، إن طالما عم يفهم الكلام تمام وقادر يفهم شو بدي منه وقادر ينفذ أوامر فنحن ما في مشكلة. بنقول مو موضوع ما في مشكلة، الموضوع إنه نحن بنكون اطمننا عن ناحية اللغة الاستقبالية للولد، ولد فهمان شو عم ينحكى، ولكن شو خلل بإنتاج الكلام تمام؟ لأنه تمام، لأنه إحنا بنحكي عن البيئة هون، صرنا عم نحكي إنه ممكن الطفل هو ما في تفاعل معه، هون شو بتجي تدخل الأهل إنه نحن نحط الطفل بعلاج سلوكي معرفي ضمن بيئة هو فيها تحفيز لغوي عالي، هو بيتعرض للغة أكثر، بنكبر المخزون عنده، بنكبر مستوى الجملة عنده، بصير هو بده هذا يعني هذا في صرنا بعلاج تحفيز الكلام، إنه الولد عم يفهم كل شيء ولكن هو ما عم يتواصل. وهون بيجي دور يعني اللي بنسميه بلغتكم اللي هو التقييم. تقييم قديش في عنا تأخير التأخر أو النمو اللفظي، خلينا نحكي عن هذا التقييم كيفية إجراءه، وهل هو بحاجة لاختصاصي ولا ممكن في إشارات أنتم بتعطوها للأهل؟ في إشارات بنعطيها للأهل. نحن لما نقيم ثلاث محاور أساسية، إذا نحكي عن اللغة فنحن نرجع نقيم اللغة الاستقبالية هو الفهم، واللغة التعبيرية هو إنتاج الكلمة، يعني بعمر السنتين كم كلمة عم يقول وشو طول الجملة عنده، بعمر ثلاث سنين نفس الشيء كم كلمة هو بيعرف شو بيحكي، وبالإضافة إنه إذا طول الجملة عنده ثلاث كلمات وطالع. تمام. بالنطق كمان من إيس نحن إذا عنده هو مشاكل على مستوى الأصوات، وبالتواصل من إيس كمان محور التواصل والتفاعل الاجتماعي والتطور تبعه. هلا هدول نحن كأخصائيين من إيسون، تمام، بالنسبة للأم هي فيها أول شيء ممكن تقارن مع طفل من عمره، أو ممكن هي تقرأ عن موضوع تطور الكلام عند الطفل كيف تمشي الجدول الزمني بالتطور، ممكن هي تأخذ علامات أولية إذا فعلا أنا ابني متطور ولا لا. هون طبعا هي لازم تسأل، دائما نحن بنقول لا تترك الأم اليوم صار ليش صار في شيء اسمه كشف مبكر، ليش التطور اليوم صار موجود، لحتى نحن من البداية نتلافى الموضوع ما نترك لأنه في أخوه، لأنه أحيانا عم يصير عندنا مشاكل على مستوى تعلم الطفل اللي عنده مشاكل لغوية ممكن يكون هو مؤشر لبعدين لصعوبات تعلم منشأ لغوي. تمام. مشان هيك يجي التدخل والكشف ضروري بهي المرحلة مشان ما يكون في مصائب بالمستقبل. في فجوة، في فجوة ما نحطها أمام الطفل، يعني طالما عندي تأخر معناتها أنا عندي مشكلة، نترك نحن أعذار إنه إذا حدا تأخر ممكن إخواته مثله بعدين ينطلق، بس كمان مو سبب رئيسي وواضح فينا نقول أو هي فيها تنطر لهذا الموضوع. طيب أستاذة آلاء خلينا نحكي، يمكن حكينا كمان سابقا معك، الولد ممكن مثلا نفحصه ما يكون عنده مشاكل سمعية بس، لكن بإيصال الحرف بيكون عنده مشاكل. مثلا لما نقول
الأحرف بتكون مو واصلة له صح، كيف بتكون المشكلة وكيف بيتم التعامل معها؟ هلا هون نحن صرنا عم نحكي نطق، بعدنا هلا عن فكرة اللغة، هلا عم نحكي عن النطق. هون نحن في شيء اسمه نظام الصوتي عند الطفل، إذا هو مخزن الأصوات بطريقة صح أو لا، أو إذا هو سمعانا. نحن النظام الصوتي هون بنقيسه على عمر الطفل، بس بيأثر على لغته بشكل عام، بيأثر على النطق وعلى وضوح الكلمات، على إنتاجه للكلمة تمام، وبيعمل مبدأ تأخر بإنتاج مثلا الجمل، إنه هو ما بده يحطها لأنه بيستصعب يلفظ مثلا هذا الصوت بقلب الكلمة. فممكن نشوف عم يتجنب الكلمات يلي هو ما بيعرف ينطقها، ونشوف ما في مفهومية بالكلام تمام. بس نحن الفكرة هون لما بنجي من نقيم مستوى الأصوات كعمر مثلا 5 سنين، قديش هو عنده أصوات اكتملت ولا لا، وشو الأصوات لسه ما اكتملت، أو على عمر 3 سنين بنقيس الأصوات المفروض بثلاث سنين تكون تهيئت وطلعت عنده. هلا الصوت اللي ما تخزن فهو ما نزل بالنظام الصوتي، فهو غير قادر على إنتاجه. نحن هون بنعمل وعي فينولوجي للصوت لحتى يخزنه صح ويتعلم طريقة نطقه وكيف النواطق نحن بنشتغل عليها لحتى يصدر الصوت بطريقة صح. عادة الأطفال لما بيلاقي صعوبة بإنتاج الصوت فبيبدله لصوت أسهل لحتى يحسن يحكي فيه، مثل أحيانا بنشوف مثلا صوت الك تمام، فهو ممكن ما يقول مثلا كاسة فبيقولها تاسة، فبيبدل على صوت هو نحن بنسميه سهل، هو بيبدل بين صوت امامي وخلفي، صوت الكاهو صوت خلفي فبيبدله لصوت امامي فبيعمله التاسه. فهون نحن بنبلش بنعلم الطفل هو على الاصوات كيف تطلع من يعني من المخرج الصح لهو بلش يستخدمه، فبتتعالج عنده قصه النطق. فاجباري كمان هذا بده تقييم لموضوع نطق الاصوات، وشو اذا هو محفز هذا الصوت ولا مو نازل ابدا من ضمن النظام الصوتي، لانه في اصوات ممكن مثل صوت الض والط هو ما بيستخدمون، ما بسمعون كثير الطفل، فممكن ما يخزنون. او احيانا عم نلاحظ في مشكله ثانيه، انه احيانا في اهالي عندها نطق الاصوات ما هو صحيح، فالطفل عم يكتسب هذا الشيء فما عم ينزل بالنظام الصوتي، فعم يكون مقلد للاهل لانه هو سمع من الام طريقه نطق الاصوات وهو اخذ بنفس طريقه الكلام. هي كمان ننتبه عليها. نعم. طيب استاذه ولاء، ونحن عم نحكي اليوم كمان خلينا نعرف الناس مرحله العلاج طبعا. يعني قديش بتختلف من بدايه تشخيص انه هذا الطفل عم بيعاني من تاخر نمو لغوي، فصل الاسباب، معرفتها لبدايه رحله العلاج قديه ممكن تكون؟ هلا بتبلش رحله العلاج من البيت تمام، لما تشوف ابنه عنده المخزون مثلا قليل حاول نسع المخزون. قديه تستغرق مثلا؟ هلا هون حسب قدره الطفل وحسب هو اذا عندنا مشاكل ثانيه، او نحن ليش بنقول كمان تراقب الام، مو بس اليوم بنراقب موضوع تطور الكلام، كمان بنراقب مثلا تطور النمو عند الطفل، امتى مشي، امتى بلش مثلا مهارات هو بلش يطورها. حتى بموضوع الرعايه الذاتيه بنسال الام انه ابنك مثلا بيلبس لحاله، بياكل لحاله، بيعتمد على حاله، ولا ابنك انت كل شيء بتقدمي له؟ هذا التطور بالنسبه لنمو الطفل لازم يكون مراقب بكل المعايير تمام. فنحن رحلة العلاج إذا كان موضوع بسيط تقريبا، إذا الأم ركزت أهداف العلاجية وخلت المحيط يكون متعاون معه بفترة قصيرة ممكن هي تلاقي نتائج. ونحن دائما نقول مرحلة الروضة هي مرحلة اللي ممكن تساعد الأم لما بتكون حاطة ببالها أنه هي تطور من كلام. أما إذا كان في موضوع أصعب فهي تلجأ للأخصائيين أنه ممكن هنا يساعدوها تمام، مشان ما يروح. نحن دائما بنرجع نركز على قبل 5 سنين هو العمر الذهبي لتكوين النطق والأصوات والتكوين اللغة، فقبل هيك لازم يكون في تدخل مباشر وسريع مع الطفل. بعد هيك نحن صرنا يعني بمرحلة فينا نعالج بس مو مثل قبل 5 سنين. وهي نقطة كتير مهمة خلينا نركز عليها، قبل 5 سنوات هي يمكن المرحلة المثالية للعلاج والكشف المبكر والاعتراف فيها. المشكلة كتير من الأمهات ما بيعترفوا، المحيط بيلعب دور، يعني بتقول لك إنه لا يعني كان ابن عمه تأخر بالحكي، سته بتقول لا يعني بحياتنا ما سمعنا هاي التفاصيل، تركيه لحاله بيتعلم. هاي نقطة كتير مهمة ودائما في حالة إنكار. قديش مهم نحن اليوم نعترف إنه في مشكلة، لأنه بتدخل بمرحلة العلاج بشكل مبكر، ويمكن دائما الطفل هو اسفنج، يعني كل شيء بيقدر يتعلمه بطريقه سريعه وبيقدر يتخلص من هي مرونة المشكله. مرونه الدماغ بهذا العمر كثير بتكون يعني سهله وسريعه ودغري قادر هو يتعلم. الصراحه نحن ما بيجوا لعنا الاهل مثلا نقيم حاله الطفل، ففعلا هنا بيتخبوا ورا كلمات وبيبرروا اغلاط ابنهم وبيبرروا انه هو ما تعلم لانه انا ما علمته. طفل بعمر 3 سنين مفروض يميز كلمات، يميز الوان، يميز اشكال، يميز كثير امور، فهو بيقول لانه انا ما علمته. فهدول الكلمات ما نتخبى وراهم، لانه اليوم نحن هيك عم نزيد المشكله، نحن ما عم نحل المشكله. لما انا بوقف عن قدره ابني وبحاول اني انا اطلع المشاكل اللي موجوده فعلا لعالجها، فانا ببلش باول مرحله من خطوات العلاج.
كل شيء نحن بنتخبى وراه فنحن عم نزيد من المشكله. صحيح. وهي نحن عم نتعرض لها خلال لما بنعمل تقييم للطفل وبنعمل دراسه حاله مع الاهل، فعلا بنكون نحن شايفين على ارض الواقع تشخيص معين او شايفين تقييم لوضع الحاله شيء، والاهل هن عم يتخبوا ورا كلمات غير مبرره بالنسبه لهم. فهون ليش نحن بنيجي كمان احيانا نضطر انه نعمل شيء برامج توعويه لحتى نحن نهيئ الاهل ونخليهم يكونوا هن يعني عندهم المعلومه اللي بتفيدهم وبتفيد ابنهم انه هن كيف يحسنوا يحطوا حالهم بمكان الطريق الصح لحتى يكملوا مع هذا الطفل. وهون كمان قبل ما نختم معك استاذه ولاء، هيك مثل ما بيقولوا النصيحه الذهبيه، دائما الناس بتسال طيب انا شو الطريقه الامثل لحتى إذا ما عندي مشاكل أقدر بلش أتدرج مع أطفالي بتعليم النطق والوقاية من تأخر النمو اللغوي؟ شو الطريقة؟ الأغاني، البرامج، الكتابة، اللعب، شو هي الطريقة الأهم والأسهل حتى على الأهل؟ أهم مكان الطفل فيه يحسن يتفاعل هو مكان اللعب. اللعب فهو المفروض الأم تحاول تهيئ له إما أشخاص يلعب معهم الطفل لحتى نحاول نحفز له الكلام اللي موجود عنده سواء على مستوى الفهم أو مستوى الكلام، إنه هو يتحاور يتحادث. بالإضافة إنه دائما نقول اختاري الوقت المناسب مع ابنك لحتى تحكي معه قصة، وهو دائما فترة قبل النوم هي بنشوفها عند الأجانب هي مرحلة كتير مهمة للطفل ليتعلم سرد الأحداث ويتعلم كتير المظاهر من الكلام هو بياخذها خلال هي المرحلة. تطور ضروري مع الطفل عن طريق الام. اكيد بدنا نشكرك الاخصائيه تقويم كلام وعلاج النطق ولاء الحسن على وجودك معنا، ومثل ما قلتي يمكن اهم شيء الاعتراف بالمشكله من البدايه لانه بياثر العلاج بمرحله مبكره عند الاطفال. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا.